السلام عليكم الإخوان، لبس عليكم، كل شيء بخير، الأمور هانية الإخوان. اليوم غادي نشوفوا أحد المنزل كما كتشوفوا معايا، كتواجد في منطقة دابني مكادة قريبا جميع المرافق العمومية. الإخوان غادي نحاول نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل على هذا المنزل هذه، وغادي نعطيكم حتى الثمن إن شاء الله. أنتم عليكم إلا بيشترك في القناة تفعلوا الجرس باش أي فيديو إن شاء الله غادي يوصل لكم. بالنسبة لهذا المنزل هذه كما كتشوفوا جات قريبة سينما طارق، الطاكسيات ديال العوامة قريبة، السوق جديد ديال بني مكادة قريبة، الشارع ديال العوامة بزاف كما كتشوفوا. كتدخل هي الرابعة، كتما كتدخل الدار الأولى على الشارع، الثانية الثالثة الرابعة كما كتشوفوا. بالنسبة لهاد الدار هذه فيها جوج ديال السكنات، والطابق الثالث كيتما باقي على الضالة. بالنسبة للطبقة الأولانية كما كتشوفوا الأرضية خرجوا منها واحد الكارا، باب ديال الكراج واحد الحوينته وفيها السكنه كما كتشوفوا. هذه باب كتدخل الكراج، وهذه ملي كتدخل كتلقى المرحاض والطلعه ديال الدروج كما كتشوفوا. هذه الطبقه الاولى. بالنسبه للاخوان هاد الدار هذه فيها 100 ديال المترو في الارض، هذه طبقه ارضيه ما غاديش نصوروها، غادي نصوروا غير الطبقه الفوقانيه لان هذه ساكنه فيها مواليها كما كتشوفوا. بالنسبه للدار الاخوان الدار راه الحاضر هو هذا كما كتشوفوا، بالنسبه للدار مكرفصه شويه الصراحه، ولكن كل شيء عنده الحل ديالو. الانسان اللي غادي يشريها يحلق عليها، لان انتم كتعرفوا الدار ملي كتكون مشدوده اولا كتكون ديال الورثه هذا كيعول على هذا. ملي الدار ملي كتكون مشدوده كتكون موالينها ما كاينينش وما عندهمش الوقت باش يصلحوا. بالنسبه للحاضر هو هذا كما كتشوفوا، هذه الطبقه الثانيه كما كتشوفوا عند الواجهه ديالها جات 100 ديال المترو، ولكن هي جات كيتسمى طويله شويه لان جات الواجهه ديالها فيها شي 8 اولا 7.5 ديال المترو في الواجهه، ولكن هي تبارك الله جات داخله الدار كبيره تبارك الله ما شاء الله. انا انسان الاخوان هي اللي مزيان فيها الدار هذه، هذه الدار قريبه قريبا كل شيء، راه من شارع العوامه الكبير فين الطاكسيات ديال العوامه. الناس اللي كيعرفوا الطاكسيات العوامه راه كتدخل من الشارع كبير بأربعة ديال الديار، قريبة قريبة ما تحتاج لا تاكسي لا والو. كما كتشوفوا هذا باتيو ديالها، هذه كوزينة كما كتشوفوا الإخوان، الدار جات كبيرة، هذا كما كتشوفوا بيت النعاس. الدار الإخوان خاصة الإصلاح، الكذوب على الله حرام، خاصة الإصلاح. الإنسان اللي غادي يدخل عليها خاصو يصلحها، خاصو يسكسف عليها. كما كتشوفوا هذا الحمام، إن الدار ملي كتكون مشدودة نتوما عارفين الناس ديال اوروبا مساكن راه ديما كيبنيو وكيعليو وكيخليو، هذه راه معروفه، كيجيو من العام لعام ما عندهمش لا وقت يصلحو ولا وقت يجيرو ولا يديرو حتى شي حاجه، كتبقى الدار كتفسد. كما كتشوفوا هذه الطلعه ديال الدروج، غادي نطلعوا نشوفوا الطبقه الاخرانيه، هي دايره كامله ولكن خاصها غير التسقيفه نتوما عارفين باش تكمل الثالث. بالنسبه للثمن ديالها الاخوان 125 مليون مولاها كيطلب فيها 125 مليون لان المساحه فيها كبيره. الارض هنا نتوما عارفين فين غتلقى الارض، واخا تقلب عليها واخا تبغي تشريها بمليون ما غاديش تلقاها، هنا الارض ما كايناش مره. اللي بغى يدخل عليها يحلق عليها، يزيد الفوق، يزيد الطبقه الثالثه والرابعه ويقسمهم على جوج، يدير الدور للكراء لان فيها 100 ديال المترو ممكن تقسم على جوج، غادي تستثمر بها فيها. هادشي اللي كان الاخوان الحاضر هو هذا، اللي بغاها مرحبا به، يتصل بي عبر واتساب 06 62 62 13 68. الدار بالماء والضوء ديالها المسائل ديالها قانونيه كامله. ها انتم كتشوفوا ها الشارع ديال العوامه كما كتشوفوا، الطاكسيات ديال العوامه كاين غير هنا تحت شويه، بالنسبه للقرب راه قريبه. من بعد غادي ننزل غادي نصور لكم الشارع ديال الاخوان، بقاو معنا غادي نصور لكم من الشارع باش تعرفوا كتواجد بالضبط. كما كتشوفوا دابا حنا الاخوان كتواجدوا في الشارع الرئيسي ديال اللي كيهو الاتجاه ديال الدار كلسي اولا اللي كيطلع الاتجاه ديال سينما طارق. بالنسبه للدار ها هي كما كتشوفوا، هاد الصفره هادي اللي لاصقه في الصفره ديال قبل تالبومبيه ديال الضو، ها هي هادي الاخوان، وجات قريبه سونتر مزيون، موقع مزيون قريبه جميع المرافق العموميه، اللي يبغاها مرحبا. الثمن ديالها 125 مليون غادي تكون شويه مفاهمه الاخوان، مرحبا بالجميع، شكرا للجميع. هادشي اللي كاين، ملي كتبان لنا شي حاجه حنا كنزوها لكم، وانتوما اختاروا اللي بغيتو، اللي بغى بارتمان موجوده، اللي بغى ارض موجوده، اللي بغى الدار موجوده، اللي بغيتوه كلشي موجود.
عليكم الا باتصال. اللي عنده شي حاجه باغي يبيعها كنقول له مرحبا الاخوه، اتصل بيا غادي نديروا موعد بحال اللي كنديروا مع الناس كاملين، وغادي ان شاء الله غادي يجيب لاطيس. شكرا لكم بزاف، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله.